اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير والعافية إن شاء الله. إخواني الأعزاء، إحنا اليوم بضيافة الأخ العزيز أخونا وصديقنا وابن ولايتنا الأخ العزيز حسين علو، الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله. وحبينا ننقل من هذا المكان، عنده أصدقاء، عنده أقرباء، عنده عالم تحب تشوف أحواله، يجوز بعيدين من هذا المكان، فإحنا إن شاء الله من هذا المكان نبث من الأخ العزيز حسين علو أبو حر، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه وعلى جميع المرضى بالصحة والعافية إن شاء الله، بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى. نسمع منه في كلمة ترحيب. سلامي لكل الأصدقاء والأخوة والمنطقة بدر وجصان والكوت، سلامي للجميع إن شاء الله، وإن شاء الله الصحة وسلامة. وأطلب منهم بس الدعاء، يدعوا لي بالدعاء والشافة إن شاء الله إن شاء الله. شنو أوضاعك حالتك النفسية؟ شلون يعني؟ والله قضي وقتك بالبيت؟ والله يا بعد بالبيت بعد شلون نقول؟ واحد شلون مسجون؟ اي ما طالع من البيت، راح اطب السنة الثالثة. اي قاضي بس بالبيت. بعد تنقطع عن الحياة. شنو أمنياتك من الحكومة؟ والله لا. الدولة والله الدولة بعد كل شيء لا. كل شيء ما سوونه ولا قدموا لنا شيء. لا. أثناء الواجب صارت هذه الحالة. هو أثناء الواجب بس كل شيء ما قدموا لنا وكل شيء ما ساعدوني وكل شيء ما سووا لي. يعني يقدرون أكو حل للقضية. شو وزارة يعني تقدر الدولة على وزارة الصحة وتسفرنا للخارج وهاي ماكو. اي طبعا بالخارج سوي لك حل تستقر حالته المريض. بس انا جبر وضاري هنا اعوج. نعم هسه انت عندك شفت عندك هاي اللي ما جاي يشوفها اخوان، يعني عندها هاي عربانه مال يعني يقدر تنقل بها، بس هو بسبب الظهر ماله هو جبر اعوج. نعم. بقى تجبير اعوج، يصير عندي ضغط على ظهري حتى ما اقدر اقعد عادي الا صح. حتى ربما هي يعني. اي لازم اقعد صفح يلا تستقر حالتي. نعم. وهذا الصغير شو اخبار هذا الصغير؟ والله زين الحمد لله. بس كنا حكينا شويه هذا شلون صار ويا وكيت هذا من مالتك يعني من انضربت هذا صار؟ نعم. اي ضرب هذا يعني بعد ما جاء للدنيا اي انضربت. نعم. اي انضربت هو صار. نعم. ورا ما انضربت باربع اشهر هو صار. مادي مادي هو صار بالشعبانية. الله يسلمك. عمره ايش قد هسه صار؟ هسه عمره سنة ونص. والله. وعلى شنو افراد عائلتك يعني ايش قد؟ هو عائلتك متكونة من كم نفر؟ أربعة ولد عندي. وخواني حسن وسيف. نعم نقصد عائلتك يعني. ايوه بس أربعة ولد. ولادك من مدرسة كبيرة؟ اي حر باول المتوسط. مصطفى برابع. نعم. وجعفر بالاول ومادي هذا سنه ونص. نعم. الله يسلمك. نعم الله وديك يا بابا. كلمه اخيره سلامي للاخوه والاصدقاء والاقارب. اي سلامي للكل وللجميع ان شاء الله. نعم. يعني. اصدقائك من اقارب ان شاء الله. اي سلامي للكل ان شاء الله. نعم اخوان مثل ما جاي يشوفون الاخ العزيز ابو علي الله يعطيه الصحه والعافيه، وهو بهذا الحال يعني على مدار ثلاث سنوات صار لك ابو علي السنه الثالثه هاي، وهاي المعاناه مالته يعني. ووقت ان شاء الله اكو حلول يعني بالخارج ان شاء الله. وهذول الاخوه الاعزاء هم اولادنا، اولاده الله يحفظهم ان شاء الله. واحنا طبعا انا مو جيت بزياره واحد هنا، وياي الاخوه الاعزاء لواء جبار امين والاخ صفاء ذياب والاستاذ محمد كريم مسلم والاخ العزيز ابو منتظر مهدي رزوقي الله يحفظهم. فانت بعد اذا عندكم كلمه تقدموها لابو علي ان شاء الله نسمع منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.
مثل ما تفضلت أخ سلام، إحنا في ضيافة الأخ العزيز حسين أبو حور، نشوفه ونطمئن على حالته، ومثل ما تعرفون هو الحادث اللي صار، ونتأمل من الله سبحانه وتعالى أن يفتح له بابا من أبواب رحمته ويهيئ له سبيلا للشفاء إن شاء الله، ولو القدر القليل يعني مهما يكون، بس حالته شوي تستقر ويقدر على الأقل يقعد ويأخذ راحته بالقعدة، لأن حاليا هو ظهره ما لاحم بصورة طبيعية، فعنده صعوبة بالجلوس. فنتأمل من الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له أسباب الشفاء ويلهمه الصحة والعافية إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضل الأخ أبو منتظر، اليوم احنا بضيافة الأخ أبو علي، ومثل ما شفته باللقاء وياه مرينا عليه، نشوفه نطمئن لأن هو أخ عزيز علينا وحق علينا وحق على جميع الطيبين إن شاء الله. فمن هذا المكان الناشد جميع المسؤولين أو بيتهم زمام الأمر، فأن ينظرون لحالته بأنه شاب وعد عائلة وعد هيت، وخاصة هو أحد منتسبين الدفاع المدني والحالة مالته صارت أثناء الواجب، فعلى المسؤولين أن يراعون حالته، وخصوصا أنه التقارير تقول إذا يطلع للخارج أكو مجال للعلاج. فإحنا دائما نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل بأن يشافي ويقوم بالسلامة، وإن شاء الله نسأل من الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالصحة والعافية، ويمن عليه بأن يوفر له مسؤول يحس بالمسؤولية ويقوم بواجبه. حالات إن شاء الله هواي، هي مو تختص بي، وإن شاء الله إن شاء الله شغلته الله يسهل أمره ويقوم بالسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الاخ حسين تعرفون حالته، صار تقريبا 3 سنوات احنا ما عايفين الحمد لله، وشكل انه هم قاعد بالبيت وشوي يعني ضوج، فدائما كل ليلتين 3 ليال نمر عليه. للاسف الشديد الدوله عجزت انه تعالجه، يعني ابسط هالخدمة، يعني نقول له هنا علاجه بالعراق، يعني مستشفيات العراق. قبل الانتخابات ودوا عليهم بمقر الشرطة الاتحادية، وكان لقاء على مستوى العراق، اللقاء الدعوة كانت من رئيس الوزراء، وشوف الحكي مالتهم، احنا كنا موجودين يعني رحنا وياهم، شوف الكلام انه انتم شريحة مظلومة، وانه انتم هاي يعني تسمع الحكي تقول انه هذول، وسبب انتم سبب ان شاء الله وان شاء الله سبب الحكومات السابقه، انه يذب اللوم على الحكومات السابقه، وانتم شريحه مظلومه، ان شاء الله راح نلتفت عليكم وراح نسفركم للخارج، ولجان راح تتشكل وتسمع الكلام. نعم اي، وكلهم ضحايا، يعني جزء يعني اكو بهم شلل رباعي، يعني بس شو بس عيونه يتحركن، ومن غير اللي يعني حتى يعني عبوات صار تشوه عندهم مضروبين، وخلصت الانتخابات وخلصت كل الوعودات مالتهم يعني. فاحنا ان شاء الله ناشد، ولو هي المناشده هم يعني مليانه من المناشده، يعني ماكو فايده، يعني لانه الدوله هسه ملتهيه بالكراسي وبالمناصب والصراعات السياسيه. نعم، فان شاء الله احنا نقول رحمه الله واسعه، ان شاء الله ان شاء الله بلكت اكو يعني تحركوا الاخوه عن طريق شركه غازبروم. نعم ان شاء الله اكو يعني اي، ولو هم طولوا تقريبا صار سنه من المعامله يمهم. نعم اي، وان شاء الله الله يقدم به الخير. شكرا جزيلا. نعم اخوان، مثل ما جاي تشوفون احنا بعدنا يم الاخ العزيز ابو علي، ونسال من الله سبحانه وتعالى
له ولجميع المرضى الشفاء العاجل بحق محمد وآل محمد. واحنا حقيقة والله يعني أنا من الناس المقصرين بحقه، يعني المفروض يعني بين يوم ويوم يوما والثالث احنا نزوره، لأن هو المريض يحب واحد يعني يشوف جماعته أصدقائه واحد يسولف وياه، وخصوصا هي الحالة مالته مو شيء هين. يعني هو صحيح هسه طبعا هو عنده هنا عربانة، بس هالعربانة يقول ما أقدر أصعدها لأن العمود الفقري بين عواج، يعني ما يقدر يقعد براحته هنا بهاي العربانة، وعربانة موجودة. ويعني نتأمل خير إن شاء الله بالكت من الخيرين من الحكومة، من الحكومة الجديدة إن شاء الله يعني تلتفتوا ما سموا عليهم، خليه يسووا هسه، خلي يقدمون كل ما عندهم، خلي يودوا للخارج يودوا غير مكان. وذاك الوقت من توقف هاي الشغلات واحد اقلها عذره وياه. ونعم اخوان شو تسوي، المشتكى الى الله سبحانه وتعالى. طبعا هواي من الاصدقاء جاي يسلمون عليك ابو علي. نعم نعم نعم، هو هم يسلم عليكم ان شاء الله، هم يتابعكم ان شاء الله. هو طبعا عنده فيسبوك، بس هو ما له وهس، يعني يقول حتى مالي وهس افتح الفيسبوك، ما على اسف يعني شو تسوي، حالته النفسيه هي تعبان. نعم اخوان، هي هاي اللحظات الاخيره بالبث ان شاء الله. نعم ونسال من الله سبحانه وتعالى الشفاء لجميع المرضى ان شاء الله. ويا من لا يبيع نعمه بالأثمان، ويا من لا يكدر عطاياه بالامتنان، يا من لا يستغنى به ولا يستغنى عنه، ويا من يرغب إليه ولا يرغب عنه، ويا من لا تفني خزائن المسائل، ويا من لا تبدل حكمة الوسائل، ويا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين، ويا من لا يعنيه دعاء الداعي، تمدحت بالغناء عن خلقه.